كيان وأيان، من بيع الورود إلى الغناء، شو القصة؟ نسمع. توأم من سوريا كيان وأيان، أهلا وسهلا فيكم بشو القصة. أنتو توأم سوري موجودين بلبنان، اسمكم الحقيقي كيان أحمد ومحمد. أحمد ومحمد. لحظة، مين أحمد ومين محمد؟ أنا أحمد ومحمد. ومين كيان ومين أيان؟ أنا كيان وهو أيان. طيب هلا بدنا نشوف قد ايه بدي اقدر كل الحلقه ركز وفرق بيناتكم. قد ايه عمركم؟ 13 سنه. قد ايه لكم بلبنان؟ 12 سنه. من بياعين ورد لفنانين لفنانين، كيف؟ كيف تعلمنا من هيك، نبيع ورد نساعد اهلي وهيك. قد ايه كان عمرك لما بلشت تبيع ورد؟ كان عمرنا 9 سنين. اثنينكم كنتوا تبيعوا ورد؟ اثنيناتنا ولوتو كمان. ولوتو؟ ايه. كنتوا تحبوا بيع الورد واللوتو؟ ما مش كتير يعني، هيك مصلحة عادية. شو أصعب شيء بهيدا الشغل؟ تكسر نفسك لحدا. هيك كسرت نفسك لحدا؟ كتير. كيف؟ خبرني. إنه مثلا إنه بيعوا إنه ما ياخذ مني، يقلعني، يسكر الشباك، هيك شغلات. شي مرة أنت انكسر خاطرك؟ كتير. حدا كسر لك خاطرك؟ كتير. ليه كنتوا تشتغلوا أصلاً؟ كرمال نساعد بي. ما كنتوا لو أنتوا ما اشتغلتوا ما كان بابا قادر يكفيكم؟ لا، لأنه بي مرقت فترة عمل حادث من 2015. وين كنتوا تبيعوا ورد؟ بأي منطقة بلبنان؟ بسحر بويد العراش. كنتوا تطلعوا مصاري؟ الحمد لله منطلع منعطي بي وهيك، بس هلأ تحسنت الأمور. ما كنتوا تروحوا على المدرسة صح؟ لا. تعرفوا تقروا وتكتبوا؟ هلأ إيه. مين علمكم؟ ميدو جاب لنا حدا يدرس. ميدو؟ مين ميدو؟ مدير أعمال. مدير أعمالنا محمد سيف الدين. كيف صار عندكم مدير أعمال؟ هو على كل حال ميدو بنوجه له تحية، هو تواصل معنا وعرفنا عليكم. كيف صار عندكم مدير أعمال؟ كيف اكتشفكم؟ كنا عم نبيع ورد ولوتو. نحن بنعرف إنه ميدو بيسجل أغاني وهيك. بيسجل كذا غنية، هو الطيبة غلط مو صح، وطيبة قلبي مشكلتي، والحب جنون، هودي كلهم كنا نعرفهم، بس ميدو ما كانش يعرفنا. أما شفناه، أما وقفناه بالسيارة، أم كان عم يوصلنا، أو بالأول ما كنا منتبهين إنه ميدو. أما غنينا له هيك، تاني نهار رجع حكي مع أهلي وأخذ. أنتوا كنتوا بتعرفوا إنه أصواتكم حلوة؟ يعني هيك إنه كان في عالم يقولوا لنا إنه أصواتكم حلوة وهيك. وكثير حدا يعني استغلنا، كثير عالم. كتير حدا شو؟ يعني كتير انه في عالم يعني قصدي استغلوك؟ شو يعني استغلوكم؟ يعني مثلا يقولوا لنا تعالوا غنوا هيك، يضحكوا علينا، ما يعطونا مصاري وهيك، يقولوا لنا بعطوكم وهيك، بس ما يعطونا. أول غنية عملكم إياها ميدو؟ نفسية تعبانة. نفسية تعبانة؟ أنتوا نفسيتكم تعبانة؟ شو أنتوا نفسيتكم تعبانة ولا كان. مبسوطين؟ هلا مبسوطين كثير. كنتوا قبل نفسيتكم تعبانة؟ كتير. شو يعني ولد يكون نفسيته تعبانة؟ يعني إنه أهله تعبانين، ما هو تعبان هيك. أيان قلي شو يعني واحد تعبان بيكون، طفل تعبان؟ كله مسكر بوجهي، كل شيء يعني. بحس إنه كل شيء لازم أعمله أنا. بتحس حالك أكبر من عمرك؟ إيه. ما عشت طفولتك؟ لا. شو كنت تحب تعمل كطفل وما عملته؟ وانت بعدك طفل على كل حال. مدرسة، بس هلا انا عم بدرس، كنت لازم اروح على مدرسة، وهلا صرت اعرف اقرا واكتب. بتلوم اهلك انه ما حطوكم بالمدرسة؟ لانه ما كانوا قادرين على هالشيء. مدارس رسمية؟ ما كانوا اهلي، يعني كنا نحن نشتغل نساعد اهلي، يعني ما كان وقتنا ندرس او شيء. شي مرة تعرضتوا حدا جرب يضحك عليكم؟ جرب يستغلكم؟ هلا انه كرمال الاغاني وهيك في كثير عالم استغلتنا وهيك، اما شيء ثاني لا. بس شو قصدك شيء ثاني؟ انه يعني يستغلنا هيك، يضحك علينا، روحوا معي بعطيكم مصاري هيك من الحكي. لا. مين علمكم انه في هيك نوع استغلال بالحياه؟ امي وبي وميدو كمان. نفسي شو نفسيتي تعبانه؟ نفسيه تعبانه. النفسيه تعبانه، بدي اسمعها. يلا. ايه نفسية تعبانة، ما ادري منين اتلقاها، من شغلي من ضيمي، هالعيشة حرت وياها، هاي الدنيا
تفهمني ولا انا افهم معناها كلمة عشارة تلفظها بالقوة اتهجاها عالطلبة الطلة ماكو غير العمالة من صغر الحيط كبري واني على هاي الحالة حطم ظهري خلص عمري ما ضلت غير وشالة اني شب وجني شايب حتى الله ما يرضاها شوف العالم وين صاروا بس نحنا حظنا ناقص كل الغربة يمنا عاشوا واني ببلدي مو عايش المطاعم والمصانع ترسوها بانقلادش بانقلادش دبر نفسها واحنا ما دبرناها الله حلو كثير عبالكم قد ايه جابت مشاهدات؟ جابت كثير قد ايه؟ يعني شيء 12 مليون عندكم 12 مليون مشاهدة عم طلعوا مصاري؟ ايه ماشي الحال ماشي الحال صرتوا مرتاحين غير قبل بكثير بعد بتفكروا يوما ما تبيعوا ورد؟ لا او تفتحوا محل ورد؟ ابدا لا فقط غناء بس تاني أغنية نزلتوها اسمها ظلم وقهر مجتمعين ايه ليه كلها أغاني حزينة؟ إنه عشنا نحن هيك حزينين إنه ما نحن منزلين أغاني نزلنا أغنية خوارزمية قلبك صعبي بس إنه مش لجونا يعني حسينا العالم إنه هيك خلص تعودت علينا بالحزين بالحزين، أنتوا حزينين؟ كنا بزغرنا هلا لا هلا الحمد لله ماشي الحال عبالكم ترجعوا على سوريا؟ ايه شو يعني سوريا بالنسبة لألكم؟ بلدنا أهلنا وهيك هلأ إذا صح لكم ترجعوا بترجعوا؟ إيه ولا حابين تبقوا بلبنان؟ ما هلأ حابين نضل مع عميد ونحن وهيك بس بنفس الوقت بنروح بنرجع مين من الفنانين اللبنانيين أو السوريين بتحبوهم؟ مهند مهند زعيتر؟ ليه مهند زعيتر؟ هيك شو؟ صوته حلو يعني هيك نحن بنحبه وبنسمع له كثير كمان التقيتوا فيه؟ ايه شو حلمكم تصيروا لما تكبروا؟ بدي اسال كل واحد عن حلمه لانه مش معقول يكون حلمكم واحد ايه يمكن يكون حلم ايان غير حلم كيان كيان شو حلمك؟ انا حلمي بس اكبر يكون معي مصاري عيش اخواتي احلى عيشه ونعيش احلى عيشه وبس هاي بس تتزوج وبصير عندك اولاد؟ تشاب ايان شو حلمك؟ أنا بكون فنان كبير ومعي مصاري وما عاوز حدا بإذن الله الفنانين بيكون معهم كثير مصاري؟ إيه أكيد كيان ما قلت لي إنك بدك تكون فنان أكيد إنه أنا فنان من صغري يعني حتضلك فنان إيه. بإذن الله آخر كلمة بتكون تقولوها بتقولوا شيء عبر شو القصة كثير ناس عم تتابعكم الليلة شو بتقولوا لهم للمشاهدين؟ شو بتوعدوهم؟ هلا نحن عم نحضر شيء كثير قوي انطرونا ونكبر بدعمهم وبنحبهم يعني انه بتشكر كل حدا عملنا فولو تابعنا وساعدنا وحطنا لايك بشكر كل حدا وقف معنا نشكر ميدو ساعد. كمان نشكر ميدو كمان فضل ميدو شو الغنية اللي بدي اسمعها اخر شيء ظلم وقهر ظلم وقهر يلا بس اعطوني تليفوني لو بدي اصورها ظلم وقهر مجتمعين قولوا شو ساوي هالحين ما حد يفهم احساسي وتلقى الدمع بي العين دمعي سكب عالحال ماني رايق والدلال صاير قلبي بيعاني ابغى راحة وما في مجال من يوم تشوف عيوني تفهم جروح انتوني هذي صرخة جوا الروح وعليها ما تلوموني من يوم تشوف عيوني تفهم جروح انتوني هذي صرخة جوا الروح وعليها ما تلوموني كم مليون جابت هيدي الاغنية؟ مليونين و هيديك جابت 14 مليون وهيدي مليونين؟ ايه جديدة؟ ايه عقبال الملايين شكرا حبيبتي قلبي هيدي كانت قصة توأم أو حلمين عم بجربوا يتحققوا بهالحياة